واخيرا مشاهدينا نذهب لمنتدى شباب العالم، حيث تم فتح باب التسجيل والمشاركه في النسخه الثالثه من منتدى شباب العالم بمدينه شرم الشيخ، واللي حتقام في الفتره من 14 وحتى 17 ديسمبر المقبل. هذا وتم الاعلان ان فتح باب التسجيل للحضور والمشاركه في المنتدى حيكون حتى العاشر من نوفمبر المقبل. طبعا منتدى شباب العالم بيقام تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيعتبر حدث سنوي عالمي، وكانت النسخه الاولى منه انطلقت في عام 2017، وبيهدف لارسال رساله سلام وازدهار وتنميه الى العالم. خلونا نشوف فيديو خاص بكيفيه التسجيل للمشاركه في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثه، وبعدها نخرج الى فاصل ثم سنعود للحديث عن الشان الليبي.